أبو تمام شاعر الصنعة. هو حبيب بن أوس الطائي، ولد بقرية جاسم في الشام، وتوفي بالموصل سنة 31 و200 من الهجرة، من أبرز شعراء العصر العباسي. خرج عن عمود الشعر وتقاليده، واتجه إلى التكلف في الصنعة البديعية، وبالغ في استعمال المعاني العميقة والصور المجازية المزخرفة بألوان البديع. اشتهر أبو تمام بديوان الحماسة، وصف معركة فتح عمورية في أيام المعتصم بالله قائلا: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية بل أين النجوم، وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. يا يوم وقعة عمورية صرفت، من كلمنا حفلا معسولة الحلب، أبقيت جد بني الإسلام في صعد، والمشركين ودار الشرك في صبب. تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتغب. لبيت صوتا زبطريا هرقت له، كأس الكرى ورضاب الخرد العرب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب.